كما أعرب الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عن خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه باستقبال مجلس إدارة الجمعية. وقال إن تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باستقبال مجلس الإدارة في دورته الجديدة هو تقدير عال من قبل سموه لكافة أعضاء الأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية، ويعكس المكانة الكبيرة التي يخص بها سموها الصحافة الوطنية كشريك أساسي في عملية البناء والتنمية والنهضة الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما أعرب رئيس الجمعية عن تقديره الكبير لمواقف سموه المشهودة في دعم الصحافة الوطنية وتمكينها من القيام بواجبها وتوفير كل السبل أمامها من أجل أداء مسؤولياتها في نشر الوعي والتنوير في أجواء آمنة وفي فضاء واسع من حرية الرأي والتعبير. وأضاف أن الأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية حققت مكتسبات كبيرة في ظل المشروع الديمقراطي والإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبفضل توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التمسك بالمصداقية وروح المسؤولية والتصدي للمعلومات المغلوطة والمضللة حفاظا على وحدة المجتمع ومنجزاتنا الوطنية. وأكد الشايجي حرص جمعية الصحفيين البحرينية على حماية حقوق الصحفيين والعمل على توفير البيئة الملائمة لتعزيز الإبداع والابتكار في قطاع الصحافة والإعلام، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحماية الملكية الفكرية للمؤسسات الصحفية في المملكة حفاظا على جهود الصحفيين في مختلف المجالات. مثمنا الشايجي توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكريمة في التمسك بنهج الدقة والإتقان والجودة وفق أعلى المعايير من أجل الارتقاء برسالة الصحافة والإعلام. وأكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية أن الأسرة الصحفية والإعلامية تعاهد سموها على أن تكون عضوا فاعلا في فريق البحرين وشريكا كاملا في عملية البناء والتنمية وفي نشر المعرفة استكمالا للمسيرة العريقة للصحافة الوطنية وحفاظا على منجزاتنا ومكتسباتنا الوطنية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.